الظهيرة، هذه أبرز العناوين. جلالة الملك يعطي تعليماته السامية لافتتاح سوق الصالحين بمقاطعة تبريك بثلا، مشروع ذو أهمية كبرى يروم النهوض بالأوضاع السوسيو-اقتصادية لألاف السكان وإضفاء دينامية على النشاط الاقتصادي على مستوى المدينة. الميثاق الجديد للاستثمار ترجمة للتوجيهات الملكية السامية ورفع لتحديات النموذج التنموي الجديد. هذا الميثاق يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص وينص على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي إلى جانب تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج. في مستجدات الحرائق الغابوية التي تعرفها عدة أقاليم بالمملكة، أفادت مصادر محلية أنه تمت إلى غاية صباح اليوم السيطرة على بعضها وتتواصل جهود فرق الإطفاء لتطويق الحريق. أهلا بكم. أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليمته السامية لافتتاح سوق الصالحين بمقاطعة تبريكس بسلام، وهو مشروع ذو أهمية كبرى. كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة الأشغال به في 24 من أكتوبر من سنة 2017. ويروم هذا المشروع المندمج الذي تم إنجازه بتعليمة ملكية سامية باستثمارات بلغت 361 مليون درهم النهوض بالأوضاع السوسيو-اقتصادية لآلاف السكان وإضفاء دينامية على النشاط الاقتصادي على مستوى المدينة. التفاصيل. يشكل افتتاح هذه البنية التجارية التجسيد الحي لسياسة القرب التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ينهجها، ويترجم الإرادة الراسخة لجلالة الملك في الإنصات لانتظارات وحاجيات المواطنين وضمان ظروف حياة كريمة ومزدهرة للجميع. ويهدف هذا المشروع الذي يحتوي على 1483 محلا تجاريا، والذي حول سوقا تقليديا قديما إلى بنية تجارية عصرية جديدة، إلى النهوض بظروف اشتغال التجار والقضاء على البنايات العشوائية وتحرير الطرق والفضاءات العمومية والارتقاء بجمالية المشهد الحضري. سوق الصالحين الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية تجربة فريدة ونموذج مبتكر في حكامة السياسات العمومية الموجهة للقطاع غير المهيكل. كما تتجسد التعليمات الملكية السامية بشأن هذا المشروع السوسيو-اقتصادي الهام في عملية تمليك المحلات للتجار والمهنيين المستفيدين، ثمنة تراعي طبيعة أنشطتهم التجارية والمهنية ووضعيتهم الاجتماعية، مع تمكينهم من تسهيلات في أداء تكلفة الاقتناء مع استفادتهم من برنامج انطلاقة لتسهيل ولوجهم للتمويلات المخصصة لاقتناء التجهيزات اللازمة. وتتوخى هذه البنية التجارية إدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي المنظم، مع تمكين التجار والمهنيين والحرفيين من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويضم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 23 هكتارا مركبا تجاريا من 1070 محلا تجاريا وسوقا مركزيا يحتوي على 413 محلا. وتم إنجازه وفق مقاربة إرادية وشاملة تركزت على آليات تمويل مبتكرة ومندمجة، وتم تمويله في إطار شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب 300 مليون درهم، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ب 30 مليون درهم، وعمالة سلا ب 10 ملايين درهم، والجماعة الترابية لسلا والهيئة المفوضة ب20 مليون درهم. بإذن سام من رئيس المجلس العلمي الأعلى أمير المؤمنين مولانا محمد السادس أعز الله أمرها، تنعقد الدورة العادية 29 للمجلس العلمي الأعلى يومه الجمعة وغدا السبت. أشغال هذه الدورة ستنطلق على الساعة 6 مساء بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بمدينة الرباط. ويتضمن جدول أعمالها عمل المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية منذ الدورة الأخيرة، ونشاط المجالس العلمية المحلية في محيطها في بابي الوقاية والتنمية،
وبرامج التبليغ ومقاصد تحقيق الحياة الطيبة وترشيد عمل الأئمة المرشدين والمرشدات. انطلاقة جديدة ودفعة قوية يمنحها الميثاق الجديد للاستثمار للاقتصاد الوطني عبر مجموعة من الآليات تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها أرضية قارية ودولية في مجال الاستثمارات، إضافة إلى خلق فرص الشغل القار وتقليص التفاوتات المجالية. تقرير فرح سعف والعرب النهيري. إحداث قطيعة مع المنظور الكلاسيكي للتنمية ووضع لبنة نموذج اقتصادي تنافسي يتسم بالنجاعة والفعالية، قطبان يرتكز عليهما الميثاق الجديد للاستثمار الذي وضع على رأس أولوياته الرفع من مساهمة الاستثمارات الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية. اليوم عندنا الاستثمار العمومي هو اللي كيشكل ثلثين من الاستثمار الكلي، الهدف ديالنا في 2030 هو الاستثمار الخاص هو اللي يشكل لنا ثلثين من الاستثمار هذا. اعتقد بان اليوم هذا الميثاق هذا في واحد مجموعه من الاليات، حيت كاين اليه اللي غتمشي تدعم المشاريع اللي هي استراتيجيه، وكاين واحد ثلاث اليات اخرى اللي غتدعم لنا المقاولات الصغيره جدا والصغيره والمتوسطه. لماذا؟ باش اننا نوصلوا واحد مجموعه من فرص الشغل اللي هي قاره، كذلك تكون نحاربوا التفاوتات المجاليه كاينه بين مختلف الجهات ديال المملكه، وكذلك كيكون عندنا واحد القطاعات اللي فيها قيمة مضافة كبرى. هذه الآليات ستوازيها مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المصادر ورقمنتها وتسهيل ولوج المستثمرين إلى العقار وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار، كل ذلك بغية تحقيق الهدف الأسمى المتعلق بخلق فرص الشغل القار وتحقيق العدالة المجالية وخلق الثروة. هذا الميثاق هذا هو غيجي في اتجاه انه يدعم القطاعات الواعده عندنا في المغرب، مثلا عندنا قطاع ديال السيارات ديال الطائرات، عندنا ديال كذلك الرقمنه، عندنا النسيج، عندنا واحد مجموعه من القطاعات هذه اللي غنشوفها اليوم اللي هو اساسي هو اننا نخرجوا هذه القطاعات هذه من المركز ونديوها نحو الجهات، حيت ان المغرب اليوم قطع شوط مهمه في كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه، كل ما يتعلق بالتاهيل الراسمال البشري. اليوم هذا الميثاق هذا غيمشي يدعم لنا هذه المقاولات اللي كاينه في هامش المملكه، يعني مثلا في جهه عندها تفيلات أو جهات أخرى اللي غادي ندعموها باش أننا نستافد من الصفقات العمومية. 13 سنة هو الوعاء الزمني الذي سيمكن المملكة من تحقيق نهضة اقتصادية جديدة، مفتاحها ميثاق الاستثمار الذي يعبر عن رؤية متبصرة على المدى المتوسط والبعيد لاقتصاد وطني مؤهل ليكون قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وللحديث أكثر عن الميثاق الجديد للاستثمار يحضر معنا ضيفا في بلاطو الأخبار السيد كريم عايش الكاتب العام للمركز المتوسط للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية. أستاذ أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. مرحبا. إذن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القادية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، ما هي قيمته لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا والرفع كذلك من تنافسية القطاعات الواعدة وتمكينها من مكان هام في الأسواق الدولية؟ المغرب يتمتع بخاصية أنه دينامي في تعامله مع أوساطه الاقتصادية والمجالية، وبالتالي فبعد جائحة كورونا تمكن المغرب من الانخراط في استثمارات واعدة وفي تحويل صناعاته لمواكبة هذه الطفرة التي عرفها انتشار وباء كورونا باعتماد صناعات جديدة. الميثاق الجديد للاستثمار سيوفر الأرضية الخصبة لكي يسير المغرب قدما في إطار اعتماد صناعات جديدة، صناعات صيدلية، صناعات للدفاع، لأنه كما قال صاحب الجلالة في خطابه في افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية 11، فأصبحت هناك الحديث أصبح هناك الحديث عن مجالات السيادة بعد وباء كورونا، وبالتالي لكي نتحدث عن هذه المجالات لابد من مواكبتها بقوانين، وهذه القوانين هي قوانين استثمار تمكن من دمج كل القطاعات الاقتصادية، تمكن من تبسيط المصادر بالنسبة للمستثمرين الأجانب لكي يتمكنوا من الولوج إلى الأسواق المغربية وتطوير النسيج الاقتصادي المغربي ودمجه أكثر في محيطه الإفريقي والعالمي.
أستاذ، يعني تنمية الاستثمار هي أولوية ملكية وجرعة لإنعاش الاقتصاد الوطني، كيف سيساهم هذا الميثاق الجديد في خلق دينامية تنموية وطنيا وتنمية الاستثمار الخاص ليبلغ ثلثي الاستثمارات ببلادنا؟ في الدباجة التقديمية للمشروع كما جاء في البلاغ بلاغ الديوان الملكي، فهذا المشروع يروم تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تفعيل النموذج التنموي الجديد، وأيضا تحقيق تقليص فعلي للفوارق المجالية، وبالتالي فهو يضم حزمة من التحفيزات لدعم الاستثمارات في المناطق التي تعرف هشاشة وفي المناطق التي تعرف ضعفا لنسيجها الصناعي والاقتصادي. بالتالي فهذا المشروع، يعني مشروع القانون الإطار الجديد للاستثمار، فهو مشروع سوف يمكن من مواكبة المجهود الحكومي لتقليص الفوارق المجالية ولإعطاء دفع أكثر لسياسة التنمية الجهوية التي اعتمدها المغرب منذ أوائل سنة 2000، وأيضا تمكين هذه الجهات من آليات اقتصادية تمكنها من تحقيق تطوير محلي يمكن من خلق فرص الشغل، إدماج فئات عريضة من الشباب في سوق الشغل، وتوفير سبل العيش كريم لساكنة هذه الجهات. سيد كريم عايش، الكاتب العام للمركز المتوسط للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات ولحضورك معنا. شكرا. مرحبا. بعد انطلاق فعاليتها بمدينة الرباط، تتواصل اليوم بالداخلة أشغال الجلسة 10 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام بمشاركة وفود تمثل حوالي 80 بلدا يمثلون برلمانات العالم، تلتقي لتدارس قضايا التسامح والسلام وغيرها من القضايا الإنسانية المطروحة على الساحة الدولية وبحث سبل التصدي بالوسائل السلمية والحضارية للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم في سبيل تطويق دعوات الكراهية والتطرف العنيف والتعصب. جلسة عاشرة يراهن المشاركون على أنها تكون منطلقا لمبادرات فعالة في مجال الترافع من أجل مجتمعات متسامحة عبر تعزيز المجهود البرلماني الجماعي وثقافة الحوار والتفاهم بين الثقافات. جدات الحرائق الغابوية التي تعرفها عدة أقاليم بالمملكة محلية أنه تمت إلى غاية صباح اليوم السيطرة على بعضها، وتتواصل جهود فرق الإطفاء لتطويق البعض الآخر، كما تم تسجيل ارتفاع المساحات التي طالتها النيران. خديجة الجملي. مستجدات الحرائق الغابوية التي يشهدها إقليم العرائش سجلت إلى حدود صباح هذا اليوم ارتفاع المساحة التي طالتها النيران إلى ما يناهز 900 هكتار مع انتقال النيران إلى بعض المساكن، فيما تم العثور على جثة شخص تحمل آثار حروق متعددة. وفي المقابل تمت السيطرة على الحريق المسجل بغابة المبيكا بمدينة العرائش، مع تطويق الحريق الذي عرفته غابة الساحل منزلة بجماعة الساحل، إضافة إلى تأمين نقل 1100 أسرة من مساكنها انطلاقا من 15 دوارا متواجدا بالقرب من أماكن الحرائق، حفاظا على سلامة السكان ودرءا لكافة المخاطر. وعلى مستوى إقليم تازة، سجل الحريق الغابوي بغابة باب أزهار جماعة صميعة دائرة تاهلة ارتفاع المساحة التي طالتها النيران إلى ما يقارب 400 هكتار دون تسجيل خسائر بشرية، مع تأمين إسعاف ونقل 420 شخصا ينتمون إلى 8 دواوير بعيدا عن أماكن الحرائق حفاظا على سلامتهم، إضافة إلى تعزيز جهود التدخل الأرضي والجوي والرفع من تعبئة الموارد البشرية والتقنية واللوجستية من أجل السيطرة على الحرائق.
وبإقليم وزان جهود متواصلة من أجل السيطرة على الحريق الغابوي المندلع على مستوى جماعتي زومي ومقرصات، حيث تم تعزيز الموارد البشرية ووسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي من أجل احتواء النيران والحيلولة دون انتقالها إلى التجمعات السكنية المجاورة. وفي الحصيلة المؤقتة لهذا الحريق إلى حدود صباح هذا اليوم تم تسجيل ارتفاع المساحة الغابوية التي أتت عليها النيران إلى ما يقرب 210 هكتارات من الغطاء الغابوي دون تسجيل خسائر بشرية إلى حدود الساعة. ولمزيد من المعطيات حول عملية تطويق النيران نستمع لتصريح السيد فؤاد العسالي مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية الغابوية. آخر المعطيات في الحرائق على المستوى الوطني، فالخمس حرائق المتواجدة على في ربوع المملكة فهما لا زالوا في عين المكان، وكذلك الحرائق بقى شادة وبقى ملتهبة في الخمس حرائق على المستوى الوطني. كتجدر الإشارة بأنه لحدود الساعة على أنه جميع الفرق لا على المستوى البري لا على المستوى الجوي فهما حارسين على أنهم يتم تحويط ديال هذا البؤر حتى تكون هناك خسائر جد محدودة. فهناك أربع طائرات اللي من الصباح الباكر كيديروا طلعات جوية، أربع طائرات من نوع الكنادير وثمانية طائرات من نوع التيربتروج ديال الدرك الملكي. في جميع البؤر الخمس بؤر على المستوى الوطني فكنوجدوا تقريبا 350 حتى 500 عنصر مكونين من الوقاية المدنية طبعا، المياه والغابات، القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، القوات المساعدة والسلطات المحلية اللي كيديروا واحد الخدمة يعني جد جد يعني هناك تفاني في العمل، علما بأنه هناك العوامل الطبيعية جد قاسية، هناك هبوب ديال الرياح ديال الشرقي وكذلك اللي كتوصل ما بين 25 حتى 30 كيلومتر في الساعة، والحرارة جد مرتفعة اللي كتوصل 42 43 دوغري، وهناك كذلك يعني تصعوبة التضاريس في بعض المجالات الغابوية. المساحة الإجمالية على المستوى الوطني فتقدر تقريبا 1800 هكتار، يعني تقريبا واحد 1000 هكتار كاينه في العريش موزعه ما بين جوج ديال الحرائق، وكذلك واحد 60 حتى 70 هكتار اللي في تطوان، وواحد 400 هكتار اللي في تازة، وفي وزان تقريبا واحد 300 هكتار اللي تحرقت. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تتراوح درجتها ما بين 41 و45 درجة ابتداء من يومه الجمعة وإلى غاية الاثنين المقبل، كما أفادت أن زخات رعدية محليا قوية وهبات رياح من 30 إلى 80 كيلومتر في الساعة مرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة ابتداء من الرابعة بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من أقاليم الحوز، مراكش، شيشاوة، مراكش رحامنة، قلعة سراغنة، أزيلال، بني ملال، خريبكا، سطات، الفقيه بن صالح، ميدل، تورزازات، طنجة أصيلة، المضيق، الفنيدق، تطوان. وأشارت في ذات النشرة إلى أن هبات رياح من 30 إلى 45 كيلومتر في الساعة مرتقبة خلال الفترة نفسها بكل من العرائش وزان وتازة. تشهد العديد من المدن والمناطق المغربية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وجهة خنفرة بني ملال ليست باستثناء، موجة حر دفعت بالكثيرين للبحث عن ملاذ يخفف من وطأتها مما يستوجب أخذ المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث مضاعفات صحية. عبير الملوكي وعمر جليدي. جهة بن ملال خليفرة وعلى غرار باقي مناطق المملكة تشهد هذه الأيام موجة حر تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية. موجة ديال الحرارة جد مرتفعة اللي كتتراوح ما بين 41 حتى 45 درجة، لذلك يعني جميع الساكنين ديال مدينة خريبكة والأسر يعني كيكونوا في حاجة ماسة لواحد المتنفسات خضراء يعني فين يروحوا على النفس ديالهم وكذلك المسابح. ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية يستوجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي مضاعفات صحية.
الخطر اللي كيكون مع ارتفاع درجه الحراره هو الاشتفاف، وخصوصا عند الاطفال وعند الناس المسنين. في حاله اذا ما ظهرت اعراض ديال ارتفاع الحراره الجسم الناتجه عن تعرض لاشعه الشمس او للاشتفاف، يمكن الامهات بالنسبه للابناء ديالهم يقوموا ببعض المسائل اللي هي في البيت متوفره، يبردوا الاطراف ديالهم ويبردوا لهم الراس ديالهم بواحد الفيطه بارده. وفي ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، تشكل المسابح الوجهة المفضلة للساكنة من أجل الترويح عن النفس وقضاء وقت ممتع رفقة أفراد العائلة. أنا جبت ولادي لهنايا لهاد لابيسين ديال دار الزيدوح، لأن ما تنبغيش هنا تنشوفوهم وحاضينهم الحمد لله قدام عينينا وثمن مناسب. جئت في عطلة إلى المغرب، اليوم حر شديد، ما دفعني للمجيء إلى المسبح بحثا عن الانتعاش. وفي نشرة إنذارية أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة إلى غاية اليوم الاثنين المقبل، ما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر تجنبا لأي مضاعفات صحية. يجتاز اليوم 171519 مترشحة ومترشحا اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا. تجرى اختبارات هذه الدورة بالنسبة لجميع الشعب إلى غاية 19 من الشهر الحالي. في الرياضة، وفي اللقاءين الأخيرين عن دور ربع النهائي من منافسات كأس إفريقيا للأمم سيدات، تأهل كل من منتخب جنوب إفريقيا على حساب منتخب تونس ومنتخب نيجيريا على حساب منتخب الكاميرون بنفس الحصة هدف دون رد. عبد الحق بهت. وتستمر اللقاءات في نهائيات كأس إفريقيا للأمم سيدات. هنا مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وكما كان منتظرا حقق منتخب نيجيريا المتخم بالألقاب، والباحث مجددا عن لقب 12 في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم سيدات المقام حاليا بلادنا بين الرباط والبيضاء، حيث أزاح في دور الربع في هذا اللقاء الذي أدارته الحكم أخونا مخليمة، أزاح منتخبا قويا وعنيدا اسمه المنتخب الكاميروني، وذلك بهدف يتيم جاء في الدقيقة 56 من توقيع اللاعبة رشيدات أجيبادي هدافة البطولة لحد الآن، إلى جانب هدافة المنتخب الوطني غزلان شباك بثلاث أهداف. منتخب نيجيريا سيواجه مساء يوم الاثنين القادم منتخبنا الوطني الذي كان قد فاز بدوره في لقاء قوي على منتخب بوتسوانا بهدفين لهدف واحد. وبملعب مولاي الحسن بالرباط وبنفس الحصة هدف يتيم، تمكن منتخب جنوب إفريقيا من الفوز على منتخب تونس في لقاء قادته الحكمة سالمة موكاسانغا، وانتهى إذن بهدف دون رد من توقيع اللاعب جيرمين سيوبونسينيو بعد ربع ساعة انطلاق المقابلة. وبذلك سيواجه منتخب الكاميرون يوم الاثنين القادم في أول لقاء عن دور نصف منتخب زامبيا الفائز على السنغال بفضل الضربات الترجيحية. مشاهدينا، نهاية أخبار الظهيرة، إلى التذكير بالعناوين. جلالة الملك يعطي تعليماته السامية لافتتاح سوق الصالحين بمقاطعة تبريك بسلا، مشروع ذو أهمية كبرى يروم النهوض بالأوضاع السوسيو اقتصادية لآلاف السكان وإضفاء دينامية على النشاط الاقتصادي على مستوى المدينة. الميثاق والجديد للاستثمار ترجمة للتوجيهات الملكية السامية ورفع لتحديات النموذج التنموي الجديد ورفع حصة الاستثمار الخاص ودعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي. في مستجدات الحرائق الغابوية التي تعرفها عدة أقاليم بالمملكة، تمت إلى غاية صباح اليوم السيطرة على بعضها، وتواصل جهود فرق الإطفاء لتطويق البعض الآخر. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.